مثلا بحال واحد تكمي يعني الا شديت الديبرسيون تعصب شي حاجه تكمي انا الا تعصبت شي حاجه تنجي للصويره الصويره ارتاحيت فيها ترتاح فيها بزاف هادشي علاش انا ما كاينش غنحط فيها فيديو انا في الصويره هنايا علاش بات لي كاميرا انا ايدي تتاكلني انا ما كاينش كاميرا حدايا مصور